يا حياكم الله من جديد مشاهدينا، يسعدنا ان نرحب معاكم بضيفتنا الدكتور نور كريم الشوى، اخصائيه التغذيه العلاجيه، اللي راح تكلمنا اليوم عن شيء وايد تحبونه وايد تعزونه ويومكم تقريبا 24 ساعه، اللي هو الكاكاو وفوائده. يسعد صباحك دكتور نور. صباح الخير، يعطيك العافيه. الله يعافيك. صباح الخير دكتور نور. صباح النور، يعطيك العافيه. اول شيء ودنا نعرف انواع الشوكولاته. هلا بداية كل الشوكولاتس الموجودين عندنا هون، يعني بعض الأنواع طبعاً رح نحكي عنها أكثر، بس هو أصل صنع الشوكولات بيكون عن طريق بذور الكاكاو. صحيح. الأصلية طبعاً كمان بالضبط بيطحنوها وبعدين بيصنعوها، فبتصير عندنا أنواع الشوكولات اللي موجودة هون. هلا بداية بنشوف هون ثلاث أنواع، عندنا الشوكولات الدارك، عندنا الشوكولات مع الحليب، هاي بتكون عبارة عن حليب مع مسحوق الكاكاو، كمان احيانا بيضيفوا له زبده وبعض المكونات. صحيح. وعندنا هون الملك الشوكولا البيضاء، يلي هي ما فينا نصنفها كشوكليت لانه هي اساسا عباره عن زبده، حليب، سكريات، دهون. صحيح. فهي كلياتها عباره عن مواد ما فيها حتى مسحوق الكاكاو، او حتى لو قرينا احيانا على الباكتس تبعونها ما حنلاقي مكتوب مواد الكاكاو الصلبه، هي الكلمه هي اللي هي مواد الكاكاو اللي هو مسحوق الكاكاو اللي احنا حكينا عنه. صحيح. بعدين بتصير عنا إضافات زيادة، بتصير عنا هاي الأنواع من الشوكولات. جميل. دكتور نور، يمكن الواحد لما يشوف أنواع الكاكاو يحتار شنو يختار من الكاكاو. كيف. والكثير يغيب عن باله فائدة الكاكاو. الكاكاو ترى ما هو مضر، شيء وايد مفيد، لكن يتم انتقاء النوعية اللي نختارها وناكلها. فخلينا نقول شلون نختار الكاكاو الأفضل لنا صحياً ويعني سعادة واحنا ناكله بصراحة. أكيد. هلا طبعا الكاكاو اصلا بيعطيكي سعاده، بيرفع هرمون السعاده. صحيح. بيرفع عنا هرمون الاندروفين، طبعا هذا كمان بيعطي للشخص سعاده. فهون نحن بنلاقي نسبه الكاكاو اللي موجوده بالشوكليت هي الشيء اللي مفيد بالشوكليت، يعني كل ما كانت نسبه الكاكاو اعلى كل ما كان الشوكليت مفيد اكثر. يعني نصعد من 70% ل 90%، ما ننزل 10 و20%. انا دائما باكد انه ناخذ 70% فما فوق نسبه الكاكاو بالشوكليت، تكون 70% فما فوق لحتى انا اخذ الفائده اللي انا بدي اياها من الكاكاو. طبعا الكاكاو جدا ماده مفيده للجسم، هي عباره عن مضاد اكسده جدا مهم، مفيد لصحه القلب، صحه الشرايين، صحه الاوعيه الدمويه، ممتاز. كمان بنلاقيها فيها دهون صحيه، انا حتى بقول له مفيده للبشره، مفيده لاكثر من شيء بالجسم، فحتى فيها نسبه من الالياف حلوه. فانا دائما بقول 70% فما فوق لاخذ الفائده تبعتي. صحيح. كل ما قلت نسبه الكاكاو زادت عندي نسبه المواد المضافه. صحيح. الدهون، الزبده، السكر، الحليب والى اخره. دكتوره، بمناسبه الحديث عن النسب، خلينا نتكلم عن النسب المتاحه للكبار للصغار. الصغار طبعا نعرف ان الشوكولاته مستباح امامه. اوكي. هلا بالنسبة للنسب والكميات، هلا كثير دراسات انعملت على الشوكليت ما حددت كمية قد ما حكينا عن موضوع النوع. النوع جدا مهم لأنه مثل ما قلت لكم الفوائد بتكون موجودة بالكاكاو، نسبة الكاكاو كل ما كانت أعلى كل ما كانت أفيد. ولكن إذا بدنا نحكي عن كمية، أغلب الدراسات أشارت عندي إذا كان الشخص عادي ما بيعاني من أي مشاكل مثلا أمراض سكري وهي الأمور، بيقدر ياخذ له 30 جرام مثلا لثلاث أربع مرات الأسبوع، ما في عندنا مشاكل. حلو. إذا كانت دارك شوكليت. أي. أوكي. طبعا الشوكليتس الثانيين هلا نحن رح نذكر ليش يفضل إنه نحن ما كتير ناخدهم، لأنه عندنا هاي الشوكليتس طبعا انا بالنسبه لي اسوء انواع الشوكليت هي المضاف لها الكراميل، الاشياء هاي، لانه بتلاقيها الكراميل اصلا عباره عن سكر وغيرها. ايه هلا المكسرات شوي حاله مختلفه، بتزيد السعرات الحراريه اللي موجوده بالشوكليت، ولكن هي عباره عن شيء صحي، بتزيد القيمه الغذائيه صح، بس رح تزيد عندنا السعرات الحراريه. فهون الشخص بده ينتبه اكثر من تناولها ويقلل من الكميه اللي هو عم يتناول منها اذا كانت الشوكليت فيها مكسرات. ما طيب الويفر اللي هو البسكوت دكتور؟ كمان شوفي عندي هلا انا هي الشوكليت الاساسيه، اي شيء اضيف للشوكليت بسكوت كراميل اي شيء رح ينضاف للشوكليت من الاشياء اللي غير صحيه اللي حكينا نحن كراميل وهي القصص، رح يزيد عنا من السعرات، رح يزيد عنا من كميه السكر، كميه الدهون، هذا كلياته رح يصير عنا مضر. فانا مثل هي اللي عنا فيها مثلا البسكوت هون بتلاقيه. صح. عرفتي كيف؟ هون بتلاقي مثلا كراميل، المكسرات وهي القصص بالضبط. هلا مكسرات ساده، فواكه مجففه مثلا ما في مشكله،
حلو. بس هاي القصص يفضل نبتعد عنها. خلي اسال بدر، بدر تاكل كاكاو؟ مستباح انا امامي كاكاو. اوكي، شنو تحديدا النوع اللي تاكله؟ الدارك ولا الدارك؟ تعشق الدارك. عشان كذا ودي اسال بعدين عن الدارك. وراح تاكل الدارك؟ وراح اكل الدارك. حلو، يعني عندك اثنين يعشقون الدارك. ممتاز. واسعى دائما انا عن نفسي اني اخذ النسب العاليه في الشوكليت نفسه. طيب، في ناس ما تحب الدارك شوكليت، ويعني تحس بمروره في اكله وتبعدها تماما عنها وتروح حق اللي وايد في حليب ونسبه الكاكاو قليله، في اضافات كثيره، فبالتالي هم قاعدين يزيدون سعرات حراريه وما قاعدين ياخذون فائده الكاكاو نفسه. طيب شلون نخليهم يتقبلون فكره الدارك شوكليت؟ اوكي، هلا نسبه المروره اللي حكيتي عنها بالشوكليت هي بتعود لماده الكاكاو اللي نحن حكيناها، معناها كل ما زاد عندنا في ماده اسمها الفلافونويدز، هي موجوده بهي الماده، هي عباره عن مضاد اكسده جدا قوي، جدا مفيد للجسم. وطبعا مثل ما قلتي عنا الاشخاص ما بتتقبل هي الطعم المريه، فانا هون ببلش حاول اعود الشخص، لانه هي اجمالا تعويد، كل ما عود حاله كل ما صارت عنده عاده اكثر، بصير يضيف مثلا الدارك شوكليت اللي فيها نكهات، فواكه مجففه، الاورنج مثلا، البرتقال ممكن. ايوه، فواكه مجففه، مكسرات. هلا صحيح حتزيد سعراتها، ولكن بشيء مش غير صحي، يعني حتزيد بسعرات صحيه، يعني هي المكسرات والفاكهه المجففه. شوي ممكن يعود حاله. كمان ممكن الاشخاص هي تستبدل الشوكليت بشكل عام بكوب حليب مع مسحوق كاكاو مثلا، صح، ساده، مع معلقه عسل. هون هي اخذت هوت شوكليت بس بطريقه صحيه، فهي النقطه كمان ممكن هن يتبعوها بموضوع الشوكليت. كمان بتفيدنا اذا الشخص بدا يعود حاله من حتى الانواع، هي في منها انواع بتلاقيها اقل بمحتوى السكر، بتلاقيها اقل بمحتوى السكريات، ما فيها كراميل، ما فيها كذا، مثل هي النوع مثلا عندنا بتلاقيه ما فيه ساده. ايوه بس ميلك شوكليت. ممكن يبلش يتعود يحول على هي لحتى بعدين يقدر يحول على الدارك شوكليت. دكتور، مرضى السكر عادة يتجهون إلى شوكولاتات معينة محددة، صحيح؟ صحيح. هلا بالنسبة لمرضى السكر، هي الشوكولات أنا بعتبرها مشكلة كتير كبيرة، لأنه أنا مثل ما قلت هون مرتفع عندي نسبة الدهون، أنا حتى ما عم بطلع على نسبة السكر اللي موجودة فيها، صح، نسبة الدهون اللي موجودة فيها. يعني حتى أحيانا في عنا الشوكولات اللي لمرضى السكر بتلاقيها خالية من السكر، بضيفوا لها دهون لحتى يعوضوا هاي النقطة، فبتلاقي فيها دهون عالية، صح، ما فيها سكر بس هي دهون عالية. فأنا بنصحهم يعني مثل ما قلت يحاولوا شوي شوي يعوضوا حالهم بهي الطريقة، وبعدين يروحوا على الدارك شوكولات. حتى مرضى السكري مسموح انه ياخذوا من الدارك شوكليت بكميات معينه، لانه هن بدل ما يضروا حالهم بالعكس رح ياخذوا دارك شوكليت مثلا 30 جرام مرتين بالاسبوع، مره بالاسبوع، ما في مشكله، ورح ياخذوا فوائدها ويفيدوا جسمهم منها كمان. طيب دكتور، يمكن تكلمنا عن الشوكولاته تبعت اللي هو مرضى السكر، ودائما نشوفهم في ركن معين، صحيح، ويكون فيها ماده السكرين وغيرها، صحيح، وعلى اساس ان هي ما فيها وايد كالوريز، وعلى اساس انها ماده مرضى السكر بس الدهون، فاحنا ناخذ البار وناكله كله مثلا، هو المفروض قطعه واحده من هذا البار الكامل خلال اليوم تقريبا. هي نقطه جدا رائعه بصراحه. طيب اذا شلون نوعي اللي رايح يشتري من على رف خلينا نقول اكل مرضى السكر واللي يحتوي على السكرين والمواد الخفيفه بالسكر، انه شلون يستخدم هذه الشوكولاته اذا هو حاط في باله وايمان واعتقاد ان هذه لا ما راح تزيدني سعرات او ما راح ترفع السكر عندي؟ صحيح كلامك فعلا، حتى في اشخاص طبيعيين يعني ما عندنا اي مشاكل صحيه بنروح لحتى نستخدمها، صح، عبالنا انه هي ما فيها سكر، ما فيها سعرات حراريه. ولكن يعني انا بالنسبه لي بقولكم اذا قام السكر من الشوكليت بعض الانواع رح نلاقي كميه الدهون زادت، صح. حتى مرضى السكر والاشخاص العاديين لهم كميه محدده، مو انا اذا هي الشوكليت دايت فانا روح اخذ البار كامل لانه هي دايت، بالنهايه هي فيها سعرات حراريه، صح. وهي السعرات يعني احيانا حتى بهذا البار ممكن لا تقل عن 500 سعره حراريه لل 100 جرام، صح، اوكي، وايد يعني شو. كمان مو قليل، فنحن ممكن ناخذ ساعتين ونص مشي، ساعة ونص ركض حتى يعني تحرقين هذا، يعني أحيانا كمان أكثر، فيفضل لا أنه ناخذ فقط مربع واحد أو مقدار 30 جرام بالمرة الواحدة، ممكن حسب بقى مرات على الأسبوع بتتوزع حسب كل شخص وحالته. نعم. بعض الشوكولاتات الملغمة بالمكسرات، بالجوز، بالعسل، هذه مناسبة للي معاه دهنيات أكثر؟ اوكي، هلا هاي الشوكليتس انا بالنسبه لي بقول لك
اللي معه دهون عالية بده ينتبه من كل أنواع الشوكلت. هلا صحيح إنه الشوكلت الدارك كمان ما فيه دهون وما فيه وما بس فيه دهون صحية. حتى الدهون الصحية نحن بنعمل ريستركشن على الكمية المتناولة منها، يعني حتى إذا كان الشيء صحي أنا الكمية عندي أساسية. عند الأطفال مثلا، الأطفال أغلب الأمهات أغلب الأهل بيقولوا لك أنا بعطي ابني الشوكلت حتى لو هاي الأنواع أفضل لإلي من إني أنا أعطيه كاندي، أفضل لإلي من إني أعطيه شغلات السكريات وهي الأساس الجالو وهي الشغلات. أنا بدي أقول فعلا الأمهات إنه أنت لما عم تعطيه هاي الشوكلت أنت عم تعطيه كمان نسب دهون عالية، نسب سكر جدا عالية، عم بتعودي جسمه على نسب سكريات عالية. عندك الأطفال حاليا بالمدارس بيصحوا الصبح كوب الحليب معه معلقتين شوكليت باودر اللي هن مليانين سكريات ودهون. فأنا بدي أنصحهم اليوم عن جد هذا اللي بنعمله الصبح لا، ضيفوا له الكاكاو المسحوق الكاكاو اللي هو السادة الخام بالضبط، وحطوا معه عسل إذا حب الطفل مثلا شوية سكر ما بيتقبل العسل، ولكن ما تروحوا لي على هذيك المساحة اللي هي كلياتها دهون وسكريات. حاولي إنك أنت تعطيه الدارك شوكليت، ممكن مع الفواكه المجففة، ممكن مع البندق ما تقبلها نهائيا. نحاول بالبيت نعمل لهم شوكليت كيك بالكاكاو الباودر اللي هو الدارك باودر، نحط لهم معها حليب دهون غير مشبعة. يعني أنت عندك هاي الشوكليت طبعا كل ما رخص هذا الترغيب والله أيوة بحد ذاته، كل ما كانت المواد مضرة بالشوكولات كل ما كانت الشوكولات أرخص. صح. ليش؟ لأنه بتكون مواد أرخص، بنلاقي فيها زيت النخيل، بنلاقي فيها زيوت مشبعة كثير مضرة للطفل. فأنا بالنسبة لي هي استثنوها تماما. صح. حاولوا بالعكس أنه أنتوا بالبيت شوكولات كيك ما نحط فيها دهون مشبعة، نحط فيها حليب الكاكاو باودر. أنت هيك عم تحاولي تبعدي شوي. صحيح. عن الشغلات اللي مش صحية. صحيح، يتجه الاتجاه الصحي. صحيح. دكتور نور، يمكن الحين في ناس تعشق الكاكاو تقول لك حرميني من كل شيء من الأكل بس ما تحرميني إني في اليوم أخذ بار شوكولات. صحيح. طيب، وتمشي على نظام السعرات الحرارية فتأخذ البار تقرأ عليه مكتوب مثلاً 140 كالوريز وهذا حقي في سناك اليوم. طيب، اللي تحب تأكل أو يحب يأكل يومياً الشوكولات، يعني نصيحة تقدمينها له يختار السعرات الحرارية من إش كثر لش كثر كحد أقصى، ويحاول يقلل مع الأيام لين يوصل نص البار يومياً. أوكي. هلا بالنسبة لهذا الموضوع جدا مهم. الأشخاص بيفكروا إنه أنا احتياجي من السعرات يوميا هو الأهم، فبيروحوا مثل ما قلتي أنا احتياجي بالسناك 140 فأنا باخده ببار شوكليت، ولكن أنا عندي احتياج كمان من السكريات ما بصير أتعدى. صحيح. فأنا ما بصير كمان كل يوم آخذ الشوكليت حتى لو أنا بحبها، عرفتي علي؟ أنا ما عندي مانع حتى بالأنظمة الغذائية وبالحميات الغذائية والرجيمات ممكن نعطي بار من شوكليت مثلا أفضل نوع. عندنا الأنواع اللي بتكون مثلا بنلاقي السكريات فيها أقل، السعرات أقل، ممكن نعطيها مرة بالأسبوع ما عندنا مشاكل. تلك الدارك مسموحة أكثر، بس عادي يعني حتى لو شخص كثير من محبين الشوكولات ما بمنعه أنا. صحيح. إنه ياخذ من هاي الأنواع ما في عندي مشكلة، مرة بالأسبوع ما حتكون مشكلة كثير كبيرة. عندك كمان قلت لك كوب الدارك شوكولات هذا كثير رائع. صحيح. حتى عندك الحوامل يعني ما بتقدر تاخذ كافيين، ما بتقدر تاخذ قهوة، ما بتقدر تاخذ شاي، ممكن تاخذ لك كوب من هوت شوكولات. كمان بيعطيها أولا سعادة مع لخبطة الهرمونات اللي بتكون صايرة عنا، وثانيا هو فيه تنبيه بسيط، يعني هي فيها مادة كافيين الكاكاو ولكن هي جدا بسيطة جداً. مقارنة بالقهوة والشاي وهي الأمور، فبنقدر بالعكس أن نعطيها إياها وكتير سيف بتكون لإلها. أكيد كنا الريحة خلاص خلتك تروح تأكل. خلاص أنا أصلا خذيت منها وصفة على أنا الدهون عندي عالية. أوه. فكويس خذيت منها وصفة. حلو يعني ممتاز. بس برضو حاكل ماكو فايدة الكاكاو شيء ساحر. أنا قلت ما نحرم حالنا. صحيح. بالعكس نحاول نعود حالنا على الأفضل. صحيح. بنفس الوقت نصبر حالنا أنا ممكن أخذ لي مرة بالأسبوع مثلا شيء من هاي الأمور أو مرة بالأسبوعين، يعني هيك بصير الإنسان يعود حاله أكثر وما بيحرم حاله أبدا. وتعودوا دائما على الدارك شوكولات لأنه مفيد جدا جدا. لو مرة في الأسبوع تأخذون قطعة صغيرة وتقولها ترى والله لذيذة جدا ومفيدة كثير، ولا إيش رأيك بدل أنت يعني تسحبني؟ أنت تقولي لهم قطعة صغيرة وقدامك ما شاء الله قطع يعني. والريحة ريحة شيء مو طبيعي. نعم نحكي والأساس إنه الواحد ما يحرم نفسه. صحيح. فممكن إنه هو يصير عنا شوية تنويع. أكيد يعني الاعتدال جميل في كل شيء. شكرا لك دكتورة نور. شرفتينا وما قصرتي. شكرا لك دكتورة. شكرا لك. تسلم. أكيد راح نتابع معاكم باقي فقرات صباح الخير الكويت في هذا اليوم الجميل الأخضر اللي هو يوم المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكل عام لبلاد الحرمين
ألف خير يا رب العالمين.